السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة، حينما قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن ودخل إلى البيت الأبيض، هناك العديد من الناس الذين تفاءلوا بالرئيس جو بايدن واعتبروا أن جو بايدن سوف يقوم بالعديد من التغييرات التي سوف تكون في مصلحة الشعب الأمريكي. لكن هناك سؤال يطرح نفسه وسوف يطرح نفسه، وهو: من هي الفئة التي سوف تستفيد بشكل كبير في حقبة حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ فمن خلال هذا الفيديو سوف أوضح لكم هذا الأمر، وسوف يكون هناك دليل بالأرقام وإحصائيات وآخر يعني الأمور التي تم الإعلان عليها مؤخرا بخصوص قانون سوف يتم السماح من خلاله إلى تقديم أموال كثيرة لأحفاد الأفارقة السود هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى كل حال، هناك دراسة قامت بها أحد المعاهد الخاصة في الإحصائيات، الهدف من هذه الدراسة هي معرفة الفئة التي سوف يكون لها تأثير قوي إبان حقبة أو حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وما هي الفئة التي ربما سوف تفقد ذلك التأثير. فعلى كل حال سوف يظهر لكم الجداول أمامكم وسوف نقوم بتحليلها. فالدراسة تثبت أو أثبتت النتائج التالية: تقريبا 65% من البالغين الأمريكيين قالوا أن فئة السود الأمريكان سوف يكون لها تأثير كبير بدخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، فيما هناك 14% اعتبروا أن فئة السود سوف تفقد التأثير. لكن على كل حال كما تلاحظون 65% اعتبرت أن فئة السود الأمريكان أو الأفارقة السود سوف يكون لهم تأثير كبير في إبان حكم الرئيس جو بايدن. كذلك من الأرقام التي تم الإعلان عليها أن هناك 63% سوف يكون للنساء، بمعنى أن النساء سوف يكون لهم تأثير كبير وسوف تعطى لهم أولوية كبيرة في حكم الرئيس جو بايدن. كذلك الفئة الأخرى التي من الواضح لاحظنا أنها سوف تعطى لها يعني أو يكون لها تأثير كبير، وهو فئة المثليين، ويقال أن 60% من المثليين سوف يكون لهم تأثير كبير إبان حكم الرئيس جو بايدن. كذلك هناك رقم وهو 54% من الفئة الشابة، يعني الشباب، سوف يكون لهم تأثير كذلك. 53% من اللاتينيين سوف يكون لهم تأثير. في المقابل يقال أو تبين الأرقام أن 50% من البيض الأمريكان سوف يفقدون التأثير، و 9% يعتقدون أن البيض سوف يكسبون بعض التأثير. على العموم بالنسبة لمكونات المجتمع الأمريكي، يبقى من خلال هذه الإحصائيات أن السود واللاتينيين والأسيويين الأمريكيين سوف يكون لهم تأثير كبير. تذكروا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما اقترب من 100 يوم أو بدأ أو أنهى 100 يوم الأولى من دخول البيت الأبيض، وهناك فئات تحدثنا عليها وتحدث عليها الإحصائيات، يعني نعم حصلت على العديد من يعني الأولوية منذ دخوله إلى البيت الأبيض. بالنسبة لأعضاء الحزب الديمقراطي، يعني المشرعون الديمقراطيون، وبعد سيطرة الحزب الديمقراطي على الرئاسة والكونغرس، فهؤلاء يعتبرون أن النسبة التي سوف تكون لديها الأولوية لها التأثير الأول هو نسبة النساء أو فئة النساء بنسبة 77%، متبوعة بالأفارقة السود أو الأفرو أمريكان ب 76%، بعد ذلك سوف تأتي فئة الفقراء ب 69%، ثم اللاتينيين بنسبة 68%، ثم المثليين بنسبة 63%. أكبر دليل
على أن فئة السود الأمريكان أو الأفارقة الأمريكان سوف يكونون المستفيدين الأكبر من حكم بايدن، وهو هذا المشروع القانون الذي تم الإعلان عليه مؤخرا بخصوص تقديم تعويضات مالية لأحفاد حوالي 4 ملايين إفريقي تم جلبهم قسرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين عامين 1619 و1865، وهو تاريخ إلغاء العبودية، ويهدف كذلك إلى معالجة الظلم والقسوة والوحشية واللا إنسانية التي شكلت أساس العبودية. هذا المشروع القانون تمت صياغته منذ 30 سنة، لكن بدأ الحديث عليه الآن بسبب إجراءات تدخل الشرطة اتجاه الأمريكيين الأفارقة، مما دفع أمريكا إلى التدقيق في ماضي العبيد والأشكال المتعددة للتمييز التي تعاني منها الأقليات السوداء في أمريكا. كما تلاحظون وباختصار ومن خلال هذه الإحصائيات ومن خلال الروابط التي سوف أضعها لكم أسفل هذا الفيديو، يتضح غياب تام لفئة العرب والمسلمين في هذا التقرير، بمعنى أنه من خلال هذه الأمور يتبين أن نسبة العرب والمسلمين في المجتمع الأمريكي يعني غير مؤثرة، بالرغم من أن هناك العديد من العناصر العربية أو المسلمة التي تم انتقاؤها للحصول على يعني مناصب في حكومة جو بايدن. هذه الفئات العربية أو المسلمة التي لم يسبق في تاريخ ربما الولايات المتحدة الأمريكية أن وصلت إلى هذه المناصب. كذلك يجب أن نوضح أنه في الانتخابات الأخيرة لسنة 2020 والتي فاز بها الحزب الديمقراطي والتي تمكن من خلالها جو بايدن من دخول البيت الأبيض، كان الحديث على أن هناك فئة كبيرة من عرب أمريكا والمسلمين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية الذين كان أعدادهم كبيرة صوتت لصالح الحزب الديمقراطي وصوتت لصالح جو بايدن. لكن كما نلاحظ من خلال هذه الدراسة لم يكن هناك ولا رقم يتحدث عن العرب أو عن المسلمين وتأثيرهم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. الأمور واضحة، وكما نلاحظ على شاشات التلفزيون يوميا بعد الاعتداءات التي ظهرت السنة الماضية في مينيابليس بعد مقتل ذلك الشخص الأمريكي من طرف الشرطة، وتدخلات الشرطة في العديد من الحالات التي يكون فيها أغلبية الأحوال الأفارقة السود، لكن هناك حالات لأشخاص مسلمين كالشخص الباكستاني الذي تعرض للتنمر وهو سائق يعني سيارة أوبر في أعتقد نيويورك أو ربما نيوجيرسي، ورغم ذلك لم يكون هناك يعني غليان شعبي بخصوص هذا الشخص. لكن على العكس، حينما يتعرض مثلا الأفارقة السود أو البيض أو بعض الآسيويين، خصوصا بعد يعني معاناة الآسيويين مؤخرا بعد ظهور كورونا والاعتداءات التي تعرض لها العديد من الآسيويين، لكن مع كامل الأسف نلاحظ أنه هناك اعتناء أو تأثير لفئة العرب والمسلمين هنا في أمريكا. فما هو السبب؟ لكم التعليق على هذا الأمر. هل تظنون أن هذه الإحصائيات التي قام بها هذا المعهد يعني إحصائيات دقيقة وأنه ليس هناك أي تلاعب بالأرقام؟ كما قلت، الرابط هذا الإحصاء أو هذه الدراسة سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو لكي تكون لديكم فكرة أكثر عن هذه الأرقام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.